إدمان السكر هو مصطلح يصف حالة الرغبة المتزايدة في المأكولات التي تتمتع بمذاق حلو يعود لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات. فمن تصيب هذه الحالة؟ ما أعراض الوصول لهذا الإدمان؟ هل من الممكن تجنبه؟ سنناقش ونسأل هذا الموضوع لاختصاصية التغذية حنان عودة. صباح الخير لك يا حنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا. ما مدى خطورة حالة الإدمان التي من الممكن أن يصل بها الإنسان في تناوله للسكر؟ خلينا نبلش بالحقيقة الصادمة أنه إدمان الطعام وإدمان السكر هو أخطر أنواع الإدمان الموجودة، ويترأس قائمة الإدمانات بالمرتبة الأولى فوق إدمان الكحول وإدمان النيكوتين وإدمان المواد المهدئة. تخيل، يعني نستطيع أن نقول أنه الإنسان يتعاطى السكر بالضبط لأنه يعني يؤثر عليه. ما هي تأثيرات هذا الإدمان؟ هلأ تأثيرات الإدمان بشكل عام بتأثر على الجسم، على الصحة، ببين عنا أعراض مختلفة كمثلاً رشفة، غثيان، ممكن الواحد يحس حاله غير قادر على ممارسة حياته اليومية بشكل عام من وجود الإدمان. خلينا نحكي أكثر إسراء يمكن خلينا نحكي أكثر إسراء عن إنه ليش إدمان السكر هو بالمرتبة الأولى فوق إدمان النيكوتين وإدمان الكحول. لماذا؟ إدمان السكر أو إدمان الطعام بشكل عام، لأنه الطعام موجود بحياتنا بشكل طبيعي، متوفر بشكل طبيعي وموجود بشكل عام. الأكل بشكل عام والسكر هو غير محظور وغير ممنوع من المجتمع. فبنشوف مثلا باكيت الدخان عليه مكتوب احذر مثلا تدخين يسبب السرطان، بس ما بنشوف مثلا كيس السكر مكتوب عليه احذر عند تناول سكري السكر بشكل عالي رح يسبب عندك ادمان. فهو مش كثير في وعي من المجتمع على ادمان الطعام. طب ما هي الامور الموجوده يعني بالسكر كمواد كيميائيه خلينا نحكي او تغذويه او حتى بالطعام يعني تقود الإنسان إلى فكرة الإدمان؟ مزبوط. هلأ السكر هي كيمياء حيوية، وأنواع الأكل مش بس أنواع السكر، هي كل الأكل عبارة عن كيمياء حيوية، والمواد الكيميائية بالمستقبلات العصبية عندنا بالجسم والنواقل العصبية للدماغ بتأثر على الدماغ بشكل عام. فعشان هيك بنلاقي إدمان المواد الكيميائية من هالأكل هي من أخطر أنواع الإدمانات فوق إدمان عادة أو إدمان مثلا نحكي البيهيفيرال أديكشن. الفود أديكشن هو يتصدرهم بسبب سهولة الموضوع، هل بسبب العواطف أيضا تدخل في موضوع الأكل، الخيارات الموجودة، يعني إلى أي مدى الإنسان يلعب دور بعملية الإدمان، وهل بتكون فجائية؟ هل بيوصل الإنسان لمرحلة من الإدمان بعد ممارسات معينة؟ لا طبعا، هلا الإدمان هو عبارة عن مراحل. نبدأ بأول شيء، أول مرحلة إنه الشعور بالذنب من الأكل. إحنا كلنا مرات بناكل أنواع أكل أو بناكل كميات أكل بعدين بنشعر بالذنب. هاي أول مراحل الإدمان البدائية اللي هي ما بنسميها حتى ما بنعتبرها إدمان. الإدمان هو عبارة عن 6 مراحل بالعلم، 6 مراحل إدمان الطعام. بالمرحلة الأولى والثانية هو إدمان طبيعي، بنجينج، إنه الواحد يأكل كتير شوكولاتة مثلاً فجأة بمدة قليلة. المرحلة الثانية والثالثة لا، الواحد بده تدخل من المجتمع ودعم من العائلة، بلس إنه يعمل أكيد نظام غذائي ووعي. المراحل المتقدمة من الإدمان هنا يجب التدخل من قبل أطباء وأخصائيين نفسيين وأخصائيين تغذويين لعلاج الإدمان. لماذا السكر تحديداً يدخل الإنسان بمرحلة الإدمان بشكل أسرع من باقي الطعام؟ بالضبط. هلا السكر هو زي ما حكينا هو نوع من أنواع المادة كيميائية يستطيع الإنسان إنه يدمن عليها. مش بس السكر، السكريات وأنواع الدهون. هلا لما نيجي نحكي إحنا لأنواع إدمان السكر أو غيره، عندنا ممكن المدمن الطعام 3 أنواع. ممكن يدمن على نوع واحد وهو أغلبيته بيكون السكر، ممكن يدمن على أكثر من نوع طعام مع بعض بيكون يدمن عليه، ممكن يدمن على كميات كبيرة من الطعام. فإحنا نجد مدمن الطعام يعني ممكن الإدمان على الكمية أو على النوع، على الكمية أو على النوع. فعشان هيك في الدراسات بتبين إنه المدمنين على الطعام مش شرط يكون عندهم سمنة مفرطة. عندنا 20% من الناس وزنهم طبيعي عادي. وين المشكلة بتكون إذا كان الوزن طبيعي؟
إذا كان الوزن طبيعي وكان عندنا إدمان للسكر يظهر عوارض مثل رشفة، عدم القدرة على القيام بالمهام اليومية إلا إذا تناولنا السكر. كيف إحنا بنعرف إنه في عنا إدمان بشكل عام من الأكل؟ إنه في عنا ما بنقدر نترك المادة اللي بنقدر ندمن عليها، ومحاولات فاشلة إذا بدنا نتركها. ثاني إشي بكون دائما بفكر فيها، دائما بده إياها، غير قابل على ممارسة مرات نشاطات اليومية، يسبب عنده بظهر عنده أعراض مختلفة من إدمان السكر أو الطعام. يعني من الواضح إنه حالة من عدم التوازن ممكن إنه يسببها هذا الموضوع، خاصة فكرة الإدمان. ولكن الخروج من حالة الإدمان أيضا من الناحية التغذوية، هل تحتاج إلى نظام معين للخروج من الإدمان ولا ممكن يكون فجأة؟ طبعا هلا هو من أخطر أنواع الإدمان إدمان السكر، لأنه الإنسان يستطيع أن يخفي هذا الإدمان بشكل عام، يخفي عنه. طريقة علاجه هي أخطر، هي أصعب أنواع علاجات الإدمان إدمان السكر مقارنة بعلاج إدمان الكحول أو النيكوتين. ليش إسراء؟ لأنه يجب أن يمتنع عنه فوراً، تماماً يمتنع عن تناوله. يعني اللي عنده يعني إدمان ما في تدرج، ما في تدرج أبداً. اللي عنده إدمان السكر لازم يبطل يأكل سكر فجأة رأساً. حتى لما بنيجي نحكي عن المحليات، هل بتلعب دور سلبي في موضوع الإدمان؟ يعني لما بتعرفي إنه في محليات أحيانًا ممكن تكون طبيعية بدائل ما فيها نفس التركيبة الكيميائية، فبالتالي هل علاج موضوع الإدمان ممكن يأثر سلباً إنه يكون في طعم السكر موجود؟ هلا هو المدمن اللي واصل مرحلة الإدمان هو السكر نفسه، فإذا ما بقدر يبدل على شيء، ما بقدر يبدل بسكريات محلية لا أبدا. فعشان هيك الوعي لإدمان السكر أو إدمان الطعام بدنا نركز عليه بشكل كبير، لأنه هو زي ما قلنا الأصعب التخلص منه. بيستطيع الإنسان أنه يخفي هذا الإدمان عن الناس، وبنفس الوقت الأعراض قد تصل خطيرة. في عنا ستيجز، المرحلة السادسة، أقصى مرحلة شو هي؟ أقصى مرحلة أنه بصير عند الواحد جلطة، ممكن يموت. هلا بيظهر عندنا امراض بالمراحل المتقدمه زي امراض السكري، زي امراض الضغط، في عندنا كثير امراض تظهر من ادمان الطعام. بس اخطر الامراض انه الواحد ممكن يغمى عليه، ممكن يصير معه جلطه، ممكن انه يموت. يعني من الملفت ايضا انه موضوع السكر وتداعيات السكر هي تراكميه، يعني بتزيد مع الوقت وتاثيرها بتبدا، ولها اكثر من عوامل، لها عوامل نفسيه بتبدا من الصغر. دائما حل مشاكل الادمان لازم يكون في اخصائي نفسي مع الاخصائي التغذيه والطبيب. بشكل سريع حنان، يعني دائما ما كان هرمون التستوستيرون اظن هو كان مرتبط، او هرمون السعاده او الاحساس بالضبط. هلا هو هرمون مرتبط بالسكر صح؟ طبعا. هلا هي ليش عندنا الادمان بشكل عام بالجسم؟ هو اكثريته بالدماغ يؤثر على الهرمونات. عندنا الهرمونات اللي هي السيروتونين هرمون الامان، وعندنا هرمون الدوبامين هرمون السعاده، والاندورفينز هم هرمونات تخفيف الشعور بالالم. نعم. هذول الثلاث هرمونات بعد ما دراسات واكتشفوا انه في انواع اكل معينه مثل الباستا البطاطا ترفع هرمون السيروتونين. دوبامين عفوا، صح، هي هرمون الدوبامين. الثلاث هرمونات سيروتونين دوبامين والاندورفينز، هدول ثلاث هرمونات يعملوا لشعور الامان، شعور السعاده، وشعور التخفيف بالالم او الحزن. ففي عندنا لما عملوا دراسات على بعض انواع الاطعمه اكتشفوا مثلا انه الباستا او البطاطا ترفع هرمون السيروتونين هرمون الامان، السكر الابيض والطحين الابيض يرفعوا هرمون الدوبامين هرمون السعاده. وايضا مثلا الشوكولاته بشكل عام ترفع الاندورفينز اللي هم هرمونات تخفيف الشعور بالالم. ففي عندنا كل لما عملوا دراسات على الاكل، في كل مواد معينه كيمياء الحيويه من الاكل تؤثر على هرمون معين في الدماغ. عشان هيك الواحد بيكون مبسوط بس ياكل، بيكون يمكن احساس الادمان هو مرتبط بهاي المشاعر اكثر ما هو مرتبط بامور. طبعا هلا معظم المدمنين على الاكل دائما في عندهم مشاكل نفسيه، وقد تستمر من الصغر، وعلاج الادمان يستمر يعني بيكون حسب الحاله. نعم. شكرا حنان عودة، شكرا لكل هذه التفاصيل. أهلا فيكي، صباح الخير. Thank you.